احنا الان اذا نزرع ابار نسبه الملوحه بالابار عاليه جدا وما تصلح للزراعه هذه، وهذه مثبته عندهم، مثبته عندهم في مديريه الابار. انا ما شايفه قالوا هاي منطقتكم ما تصلح للزراعه، المياه الجوفيه مياه مالحه جدا. هذه الآبار هي حقيقة ما تغطي الزراعية لأنها تستخدم للزراعة لأن إنتاجياتها قليلة، تستخدم كما أسلفنا لإرواء الحيوانات ولسق البساتين. هذا تختلف عن المياه الجوفية الموجودة في الصحراء النجف وبادية النجف وجزيرة النجف.